Bueno, Marín. Edmund Sur. Hago el comentario, está Edmund Sur. ¿Sámeni? قولوا لي بس الأول كده انتوا سامعيني كويس. أنا مش مصدق. مشفتكيش من مدة، ما كنت طالعة أول امبارح في السفرة بتاعتي، محدش فيكم جه، مكانش العشم، كان لسه غير لا يتحمل. يا جو منور، يا جو يا زميل. يا جماعة التطبيل الأول مش عارفين صفحتك يا قطة، هنزل لكم في الديرة كده في الاستخبص، هنزل لكم اللينك بتاع صفحتي بس على الله ما حدش يشوف. تمام، لما انزلها كلكم تقوموا عاملين لايكات وفولو وكل الكلام ده وكده. زميل والله صديق. ثواني بسام، انت بتقول شيماء، هي مين شيماء؟ سؤال يستحق التفكير، هي مين شيماء؟ اللايف بتاعك ماله كده؟ أول مرة أحضر لايف البنت في كونكر. ينور يا سيد، نحن هنا نختلف عن الآخرون. أنا عايزة بس اللي كان بيقول شيماء، هي مين شيماء؟ بس تعالى هزعلك، بس مين شيماء؟ لا تكونوا مفكرين اسمي شيماء، لأ هي مش بتقرا غير تعليق جو ولا ايه؟ ليه يا مروان؟ بجهز الحاجة يا مروان، في ايه؟ شفت يا جو؟ شفت يا جو بيقولوا ايه؟
هي مين شيماء؟ يخرب بيتكو، منكم لله، منه لله اللي قال شيماء. مين شيماء؟ ميرسي يا هاني، ميرسي يا محمد، شكلك ما شفتيش الأغنية. اكتبي كده على اليوتيوب شيماء، ولا اكتبي لي على اليوتيوب شيماء، مش عايزة اشوف. عندك ولا تحب اجيب لك البيت نشوف الموضوع ده سوا؟ اه خلاص يا جماعة، انا مش هقرا غير كومنتات جو. خلاص عرفت ان شيماء امي. طيب اوكي، هو الكرسي ما بينزل كده ليه؟ شماندر، كلام على ايه؟ كلام على خسارة. بصوا انا جايه، انا جايه هخسر، هخسر معاكم هنا شويه وبعد كده ايه هقفل. بس هنعمل كام حاجه الاول كده يا دنيا. هي يخرب بيت شيماء، هي شيماء دي مزعلاكوا في حاجة؟ يا دي النيلة. معلش يعني جو توب والباقي فوتوشوب حصل، بس احنا مش فوتوشوب يعني، هو جو توب اوكي بس احنا مش فوتوشوب. عيب الكلام ده يا محمد يا علي، عيب. شفتك وعرفتك وهجيبك. المهم احنا بقينا 30 يا قلبي. ميرسي يا نيجر. هنبدأ خسارة. نفسي اشوف لايف ليكي كويس، ولا هتشوف الشهر الجاي ان شاء الله. هظبط النت، هجيب هزود الباقة يعني. والله العظيم اللايف انا بشتغل اصلا، بطلع لايفات في برامج تانية واللايف بيبقى شغال حلو. باجي بطلع اللايف هنا على الفيسبوك بيطلع كله بتقولوا كلكم النت بايظ واللايف بايظ ومش عارف ايه بايظ. بطلع لايفات في برامج تانية والدنيا بتبقى حلوة. اشمعنى هنا؟ اشمعنى هنا بيطلع وحش؟ اشمعنى؟ يلا بينا نبدأ خسارة. اللايف عندي في الصفحة كان كله خسارة.
خسارة خسارة خسارة، ما كسبتش حاجة خالص. والله يا جماعة أنا اللايف ده جه مفاجئ ليا. دي مفاجئ، انا فجأة كده لقيتني مسج جايلي، يلا احتار انت طالعة لايف. كنتش عامله حسابي خالص ان انا طالعة النهاردة، بس يلا. تاخدوش على كده، تاخدوش على كده يا خالد. ايوه ارجع تاني، ارجع تاني. اوعي تتمل، اوعي تتمل. ايه بس كده، هو النهاردة هتوزعي ملايين ولا ايه؟ بصوا الملايين دي على حسب، لو كسبت هنوزع، ما كسبتش مش هنوزع. انتوا حظكم بدايتها فولد اهو، مش لعب. الخلاصة جو الوشا البيتش الجديدة اهي، انا عايزة انزل لكم لينك البيتش بتاعتي في الديرة في المستخبي، مش عايزة حد ياخد باله. انا هنزل اللينك بتاعت البيتش، ما حدش يقول لي خالد. ماشي ومن امتى بتكسبي محمد يا جمال؟ انت خدت عليا قوي على فكرة محمد يا جمال. ده اول لايف احضرهولك، لازم تكسب، ادعي ادعي ان انا اكسب. يعني بص انت اول لايف تحضرهولي، طب النهارده اللايف على وشك، يكسب يخسر على وشك يا احمد يا محمد. بالله عليك يا جو شمندوره العب ازاي؟ تعالى علمني يا جو العب ازاي. انا عامل لك فولو من زمان، شفتك يا تريكة وانت بتعمل لي فولو. عايز اجيب لينك البيتش بتاعتي، عاوزة ايه مني؟ في ملك يا محمد يا جمال، هو ماله ده؟ عاملة ايه؟ الحمد لله
محمد يا محمود، يخرب بيت شيماء، اللي هيكتب شيماء تاني مش هكسبه، حتى لو كسبت كتير، حتى لو عمل ايه في اللايف. ده كده عظمة قوي، نخلع احنا بقى. ايه ده جو؟ لا جو عيب ما هتصدقي. الجول جو يعلمي، كان عارف. وانت عارف منين دخلت جوه دماغي؟ يا رب اللايف يفضل بايظ قدامكم كده. يا عمر طيب شيمي عمر، هبلكك يا عمر، ما انا مش عاوز اكسب عمر. ممكن تجيب لينك الصفحة بتاعتي؟ أنا الفيسبوك مش راضي يفتح على الموبايل. ممكن تجيب لينك الصفحة بتاعتي يا عمر وتحطها هنا في الكومنتات؟ مليون ايه ده اللي بتلعب بيه؟ تعالى افتح لايف مكاني يا مروان. كده ما يصحش. انا اللي هشيل خشبتك مش هي. او انت جبت الاكاونت بتاعي؟ انا مش عايزة الاكاونت بتاعي. يا نهار اسود، بصوا البيج بتاعتي وانا كده وانا عاملة اللينك الصغنن جميلة. الخيبة دي يا أستاذ جو، ممكن لو تكرمت تبعت لي الأغاني اللي ينفع أشغلها في اللايف؟ انا كسبت، انا خسرت برضو. طب العب بايه تاني؟ طيب اسحبي من البنك اكتر تكسبي اكتر، اسحب من البنك اكتر وما اخسر اكتر. انا كل اللي معايا هم 30 مليون وهم خسرت منهم شوية، براحتكم. عايزين نسحب كله ونخسر بدري بدري ونقعد نقعد مصر كلها تبعت لها ايد؟ مش فاهمة، مش فاهمة بينزلوا الاكونت بتاعي ليه. يا عم اتجمع الأول. نادر انت كفو. نادر بصوا، نادر ده اللي بيفهم، نادر ده اللي بيفهم. محمد جمال ايه في ايه؟
مش عارفة انتوا دخلتوا اكونت وقلبتوه كله. انا مش عارفة اجيب لينك الصفحة بتاعتي. لا ما محمد جمال انت كده زودتها قوي، كده بجد زودتها قوي يا محمد جمال. يا نهار اسود، هو انتوا كل ده بتسمعوا في اللايف من كل ده؟ نهار اسود، ربنا يعينكم. مش لعب الجيم ده. آه عايزاك يا جو تبعتلي الاغاني اللي اقدر اشغلها هنا في اللايف. طب ابعت لي وهبعت لك اللينك. فكرتي عليا. طيب آه جو، ممكن طلب، ممكن ترن على خالد. ان انا مش معايا كريدت ارن عليه، هو قفل الداتا. والله اللايف فيه مشكلة، ما انا عارفة ان اللايف فيه مشكلة يا نادر. هي المشكلة مش عارفة في ايه، بيجي معايا على الفيسبوك هنا يعني بيقعد يقطع وبيأخر قوي، مع ان انا بفتح لايفات في اماكن تانية بتبقى الدنيا معايا شغالة حلوة جدا. مش فاهم ليه معاكم انتوا هنا بيعمل كده. احنا اصلا بقالنا قد ايه؟ احنا بقالنا ربع ساعة، كل ده بربع ساعة. عم قلت هبعتلك، استنى هبعتلك. طب خش بالاكونت بتاعك ابعتلك اد. اه جو، ممكن تبعت لعمر وعمر هيبعت لي. عمر كده كده عندي على الفيسبوك. أموسة انتي أموسة، عارفك عايف سوسة. اللايف بيموت.
لايف حمدون، معلش بقى معلش بقى، طالما لايف حمدون ما تحضرهوش. يا جماعة على فكرة، هو المشكلة في الفيس، مش مشكلة، مش في النت عندي، النت عندي كويس، هو المشكلة في الفيس، مش فاهمة ليه بيأخر. والله يا جماعة، اللي عايز بيقل بيقل، اللي عايز يمشي يمشي، انا مش همسك في حد ان هو يقعد، اللي عايز يمشي يمشي عادي. الناس بتهرب يا جماعة، اقفلوا الباب بسرعة يا جماعة، اللي عايز يمشي يمشي. هتعملي عجلة يا شمندورة؟ اه هيبقى في عجلة. طب انا كسبت 5 مليون وانت لسه ما بعتليش الكود يا كبير. آه، اللي كسب من اللايفات بتاعتي انا في الصفحة بتاعتي هتلاقوها موجودة للناس اللي بعتتلي، انا بعتلهم الاكواد.
جماعة خلاص انتوا هتزيتوا في ايه يا جماعة؟ ما كانش يعني لايف بيهنج عادي، يعني انتوا هتزيتوا ليه؟ لو متضايق رقم المدفي شمندورة، انت باكتك خلصانة ولا ده كارت فكة؟ والله ما باكت خلصانة، لسه متجددة. هو انت صاحبي عشان تقول لي يا صغنن يا محمد يا جمال؟ انا اسمي شمندورة، اسمي شمندورة، تناديني باسم شمندورة. انت مش صاحبي عشان تقول لي يا صغنن. يا لهوي على السكر اللي انت فيه يا سيد، سكر قوي. كفو يا خالد، الناس قاعدة بتسخف قوي.